طبعا عن جبر مالها. وما كتبت، انا كنت اكتب بالوقت اللي اشعر به انه انا قادر على هذه الكتابه. هو صديقي ترى بالفعل من 57 سنه ترى مال ال، اقدر اقول لك انه في مراحل، في معظم هذه المراحل اللي تواجدنا بها بنفس المكان، قرانا نفس الكتب، تحدثنا عن نفس الكتب، ولنا نظرات متشابهه ومتعاكسه في كل المواضيع. وذكرك في مؤلفات عديده. وذكرني يعني في في مؤلفاتها، وخاصه بكتاب الاخير يعني شارع الاميرات. شارع الاميرات مال فانا هو يعني يعني بالوقت الحالي ما اقدر يعني انا في لجة الشعور من هذا. وانت قلت صديق 57، من يقول ان صداقة تنتهي بان الانسان لن يعود؟ لكنه يعود بالفكر، يعود ما دام الانسان قائم ترى مال هذا مال الله. وهي مسألة وقت لنا جميعا ترى مال هذا مال الله. عندما يموت الإنسان يذكرني هذه بقصيدة التي الشاعر تي اس إليوت يقول بها، أترجمها باللغة العربية حتى يسهل لهذا، يقول الغبار معلق بالهواء يعين المكان الذي انتهت به القصة. احنا كلنا ما ذرة غبار ترى ما لها، ويبقى من الإنسان فقط ما انتج. الموت للميت ما يشعر به هو مال هذا، احنا اللي نشعر به ترى مال فهذا اللي اكتفي به بما يتعلق به. رحمه الله. على كل حال امثال جبره يعني سيظلون بيننا احياء. دكتور علي، في سؤال سريع بدي اجابه سريعه، هل توظف تخصصك في مجال علاقاتك الشخصيه؟ يعني هذه القدره على استقراء الاخر بشكل علمي ودقيق، او هكذا افترض. هل توظف هذه القدرة في مجال علاقاتك مع الآخرين؟ الجواب على ذلك لا. 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 نعم. الجواب على ذلك إنه أنا لدي حكم على الناس. نعم. ولدي المعرفة ربما عميقة بالناس، لكن الذي يحدث مثل أنا أبني بيت ترى ماله، أنا أعرف إنه هذا عمل مو مطمئن ترى ماله، لكن أنا أقبل على الشخص المقاول المهندس بثقة، لأنه أنا أحتاج بهذه الحياة مالتنا، نحتاج إلى نقطة ارتكاز، نحتاج إلى ثقة بالغير. صحيح. إذا لم نثق بالغير فما ممكن أن نثق بأحد. لذلك ترد علي يوم مع ذلك وثابر ترى، لأنه أسعى نحو الثقة، أسعى إلى التصديق ترى مال هذا، لا أريد أن أؤمن بالشك ترى مال هذا. هذا المسألة، أريد أن أؤمن بعكس الشك ترى مال هذا، حماية النفس على الأقل. دكتور علي، أنا آسف في أسئلة عديدة، لكن أمثالك يعني الأطباء النفسيين أو المتخصصين في الأمراض، أمراض النفس والأمراض العصبية، حين يشعرون بالاكتئاب أو القلق أو حالة نفسية معينة، لمن يلجؤون؟ لمن تلجأ يعني في هذا؟ أنا أقول لك عن نفسي أنا من هذا. أنا مرت ويا فترات كثيرة، صباحا أشوف شخص، كل يوم الصبح أشوفه. نعم. وعندما أرى مال هذا، مرات أقول له لما أشوفها، مرات أقول له لا أثق بيك. نعم. ومرات أقول لك ما تفيدني، والشخص اللي أرجع أرى هو بالمرآة، أرى نفسي. فهمتي؟ بمعنى أنني لا أثق، ترى لا أثق بنفسي ترى مال هذا، وطبيعة الحال ما أستطيع أن أفيد نفسي. نعم. باعتبار أنه أنا بالأمور النفسية بالأمور هذا العقلية أعرف كل الطرق. نعم. ترى مال هذا مال، وأعرف الإمكانيات الموجودة، فأنا كلها ما تفيدني، أريح نفسي من هذه الأمور. يصب أن تخدع. نعم. دكتور علي، الكلام معك لا يمل، والحديث أكيد ممتع جدا، لكن الوقت كالعادة أدركنا. شكرا على حضورك، شكرا على هذه المشاركة الرائعة. الله شكرا، نرحب بك دائما. شكرا.
طيب كل يوم بينطر غياب على جسر اللوزين على جسر اللوزين مكتوبة الكيل رب الغرب وطار النوم وخدمت الغطيل وسألوا كثير علي على جسر اللوزين كثير علي على جسر اللوزي Yeah.
انا ما بصالح وانت يا ابو صالح وانا ما بصالح خلصت الايام وما خلصت العداوي راح بيصيروا 20 سنة بدنا نعرف ليش هو بلش هو بلش كيف كيف وكان في بنية صبي اسمه جوري جن عليها وجن علي وحبينا جوري زمان وزمان كان الحالة وكان زمان زمان كان الحالة وكان مش مظبوط مش مظبوط شوري اللي هي حركة شد فيه والنتيجة شو هربت خطيفي مع سعد الفرار هربت خطيفي مع سعد الفرار مش مصدي بتتركني يمكن بعدها بتتذكرني الله ايامك يا جوري كانت تعمل لي مناقيش وطلامي على التنور هلا عاخد ذاتك يا جوري هلا للشاي